بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم باذن الله في الفيديو ده عن التونسيلو فارينجايتس، واحده من الاوتبيشنت كيسز بتاعه الريسبيراتوري في الاطفال. تمام، تونسيلو فارينجايتس ممكن يبقى تونسيلايتس فقط او فارينجايتس او الاثنين مع بعض. ده اكيوت انفكشن اوف ذا فارينكس ومعاه التونسيل او ممكن الاثنين. تمام، ادي صوره للتونسيلو فارينجايتس، تونسيلز انلارجد تمام ومعاها الفارينكس انفليمد. تمام، طيب التونسيلو فارينجايتس واحد من الامراض المهمه او الاوتبيشنت كيسز اللي هم في الاطفال. ليه؟ لان حوالي 15% من الحالات اللي بتيجي العياده الخارجيه بتبقى في صوره تونسيلايتس او فارينجايتس. تمام، اللي هو التهاب الحلق. خلاص، طيب ايه الاسباب؟ قال لك الموست كومن كوز هو فايرال ايتيولوجي. تمام، وايه الفيروسات اللي ممكن تعمل التونسيلو فارينجايتس؟ قال لك الفيروسات اللي هي بتعمل الكومان كولد، ادوار البرد. تمام، يبقى از يوجوالي فايرال موست اوفن كوزد باي ذا ايه ذا كومان كولد فيروسز. بس المهم واللي احنا عايزين نركز عليه خالص ان ليه بكتيريال برضه كوز. في حوالي 30% من الحالات بيبقى الكوز از ايه بكتيريال. تمام، طيب مين في البكتيريال كوزس مهم ولازم نركز عليه؟ قال لك الجروب ايه بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي. تمام، الجروب ايه بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي ده الموست كومن كوز اوف بكتيريال ايه تونسيلو فارينجايتس. خلاص، وده ايه زي ما قلنا ده موست كومن اللي بيأثر على الاطفال ما بين 5 ل 15 سنه، ولو نلاحظ ان ده سن الروماتيك فيفر. تمام، وان هو ان كومن قبل العمر ده. طب ايه السيمبتومز اند ساينز؟ رقم واحد قال لك الطفل هيجي بين ويز سوالوينج، لما يجي يبلع يبقى في يحس بالم بسبب الايه؟ بسبب السور ثروت. بيقول لك ان ده الهول مارك اوف تونسيلو فارينجايتس. ملحوظه ان البين دواتي ممكن يريفيرد لايه؟ للايرز. تمام، وهو بياكل ممكن الالم يسمع في ايه؟ يسمع في ودانه. يبقى اول حاجه ممكن الطفل يجي بيها بايه؟ بالم. رقم اثنين ان ممكن الاطفال الاصغر سنا بدل ما هما بيحسوا بين اثناء البلع ممكن يبطلوا ياكلوا. تمام، يبقى ريفيوز تو ايت بسبب الايه؟ البين اوف سور ثروت. ممكن يجي بهاي جريد فيفر ماليز وممكن هيدك. خلاص، طيب الارم كده ان ممكن يجي الطفل بجي اي ابسيت، ممكن يجيب هاي جريد فيفر والام تقول في الم في البطن فقط بسبب ميزنتريك ادينايتس، ممكن يبقى معاه فوميتنج وضيارية. رقم اربعه ممكن يبقى معاه هاليتوزس اند مافلد فويس، صوته رايح. بالاكزامينشن هنشوف ايه، دي مهمه جدا نركز عليها. اول حاجه هنبص على الصوت. التونسلز ممكن تبقى ايه؟ قال لك ممكن تبقى سولن متضخمه وحمرة خالص كونجستد، وممكن يبقى فيها بيريولانت اكزوديت عليها صديد. دي ادي الصوره، ادي الباس او الاكزوديت. صوره ثانيه اهي واضحه خالص الايه ده الشكل اللي احنا بنشوفه في الايه في البكتيريال تونسلايتس. تمام، البالاتاين او السوفت باليت هنلاقي عليها بي تي كي. تمام، هيموراجيك دوتس، دي ما يميز الايه الستريبت ستريبتوكوكال فارينجايتس. اف يو فايند لو لينا هاي جريد فيفر ومعاها سترو بيري تونج يعني شبه الفراوله، اللسان بتاعه شبه الفراوله، والام تقول كان عليه طبقه بيضة او احنا شفناها وعليها سيركم اولر بالور يعني ايه وشه احمر بس ما بين الماوس ايه بيل، ادي سترو بيري وايت تونج، كل ده يقول لنا ايه لازم نشك في ايه في السكارلت فيفر. تمام، سكارلت فيفر. خلاص كده يبقى ما ننساش الايه الدياجنوز ده اللي بيبقى اصلا كوزد باي ايه جروب ايه ستريبتوكوكاي. خلاص، طيب معلومه ان بي ان الجروب ايه بيتا هيموليتك ستريبتوكوكس يوجوالي ريزولف في خلال 7 ايام، فلازم نبدا التريتمنت. ولو ان تريتد جروب ايه بيتا ستريبتوكوكس انفكشن ممكن يعمل لوكال سابوريشن زي ايه، يعمل باراتونسيلر ابسس او بيراتونسيلر ابسس، ممكن يبقى كومبليكيتد بروماتيك فيفر وجلوميرولونفرايتس. تمام، دي مهمه جدا. خلاص، ولو لقينا راينوريا ولقينا كوف ده ممكن في الغالب يبقى فايرال. تمام، مهم جدا انك انت ما تنساش اللي انا هقوله ده. Don't forget infectious mononucleosis. ده مهم. ليه بقى مهم يا اخوانا؟ اغلب في ادوار كتيره للفتره دي دايره، تلاقي الطفل ايه بقى؟ عنده posterior cervical lymph adenitis او generalized lymph adenopathy. تمام؟ ومعاه ممكن لو عملنا بالبيشن للابدومي ممكن نلاقي فيه هيباتوسبلين وميجالي او سبلين وميجالي. تمام، ممكن يبقى لو انا فحصت الثروت بتاعه عليه زي ويتش سبوت على التونسل، الطفل بيبقى فاتيجد ومليز اكتر من اسبوع. الحاجه الرابعه هنلاقي طبعا نبص على الثروت بتاعه، ممكن يبقى فيه بيتيكي على السوفت بالت. تمام، وسك تونسيلر اكزوديت،
الشكل ده ملحوظ جدا وريماركابل لمين؟ للانفكشوس نون نيوكليوز. شايفين الفرق ما بين ده وما بين الاكزوديت بتاع الستريبت فارنجايتس؟ طيب الدايجنوزس هو غالبا كلينيكال دايجنوزس، تمام، بيجي بالكلينيكال ايفالويشن مع كل الاعراض والعلامات اللي احنا قلناها. رقم اتنين بيعملوا رابيد انتيجين تيست، في الغالب ما حدش بيعمله هنا، تمام. التريتمنت وده المهم جدا لازم اتكلم عليه، التريتمنت بيبقى رقم واحد. احنا نعمل سيمتوماتيك تريتمنت، يعني الايه، هنعالج الاعراض الاول، تمام. رقم واحد هندي انتي بايوريتيك وانالجيزيك. زي ايه؟ زي مثلا احنا عاملين فيديو عن الانتي بايوريتيك والانالجيزيك، هندي بروفين سيرب او كنت فيفر ان سيرب كل 8 ساعات. هذا شكل البروفين 100 مللي في الخمسة، 100 مللي جرام في الخمسة مللي. وجنبيه الكونتا فيفر بيبقى ايه، تركيز مضاعف 200 مللي جرام في الخمسة مللي، تمام. البروفين نص الوزن سنتي كل 8 ساعات، والكونتا فيفر ربع الوزن سنتي كل 8 ساعات. المهم بقى الانتيبيوتيك، عمنا نيلسون قايل ايه بقى؟ قال ندي الاموكسيلين مثلا، مزود اموكسيكلاف عشان الاموكسيلين ريزيستنت. الدوز بتاعته من 50 ل 75 مللي جرام بير كي جي بير دي، يتاخد على 3 مرات في اليوم لمده 10 ايام. او قال لك ايه، ممكن ندي بنسلين فيو ما حدش بيستخدمه برضه، دوز 50 ل 75، وده الايديال تريتمنت بالمناسبه، تمام. يبقى هنثبت الاموكسيكلاف، وقال لك ممكن ندي 1 دوز من البنزاسين بنسلين، اللي هو اقل من 27 كيلو ياخد 600000 وحده عضل مره واحده، ولو اكتر من 27 كيلو ياخد 1,200,000، يعني الامبول كله. لو البيشنت الرجيك للبنسلين ندي ايه، اريثروميسين اللي هو بطلوا يستخدموه دلوقتي 20 ل 40 مللي جرام بير كي جي بير دي بير دي، يتقسم على 3 جرعات، والازيثروميسين 12 مللي جرام بير كي جي بير دي 5 ايام، ممكن كليندامايسين على جرعه 30. ندي ايه، ندي الانتي ايديميتس حاجه تقلل التورم شويه، الفا اميليز زي مين، زي الميجاليز سيرب والماكسليز سيرب، ده تلت الوزن سنتي كل 8 ساعات، تمام. رقم اربعه، في ناس بتدي اورال انتيسيبتيك، تمام، زي الاوركس سبراي، ده في انتيسيبتيك انتي فانجل انالجيزيك، او البي بي سي سبراي، تمام. شكرا.